تستمعون الآن للجزء الأول من محافظة صعدة. محافظة صعدة. صعدة إحدى المحافظات اليمنية ومركزها مدينة صعدة، تتميز بتاريخ حضاري وموروث ثقافي وشعبي عريق، فلها تكوين عمراني وروحاني فريد ونسيج معماري متميز، وهي من أجمل محافظات اليمن السعيد لما تتمتع به هذه المحافظة من مناخ متنوع وتضاريس متباينة وامتداد جغرافي كبير، إلى جانب الإرث التاريخي المتوارث من قرون متفاوتة ودويلات وحضارات متعاقبة. فلمحافظة صعدة مكانة هامة في خارطة اليمن عبر التاريخ حتى اليوم، حيث تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ناهيك عن توفر المعالم السياحية الجمالية والصور الطبيعية والمناظر الخلابة الساحرة التي حاكتها بدقة متناهية عناية الصانع الحكيم. كانت صعدة محطة هامة على طريق التجارة، ومدينة صعدة ذات طراز معماري فريد حفظت لنا نموذجاً فريداً بين فنون العمارة في اليمن وتنوع أنماط العمارة في محافظة صعدة بحسب أطرافها المتباعدة، وتختلف المواد المستعملة في البناء ما بين الطين والأحجار والياجور، غير أن مدينة صعدة تنفرد بطابع معماري متميز مادة بنائه الطين المخلوط بالتبن الذي يتلائم مع بيئة الإنسان، حيث يعكس البرودة في الصيف والدفء في الشتاء. فسور مدينة صعدة الذي يعتبر أهم المعالم السياحية ليس مدينة صعدة التاريخية فحسب، بل يعتبر من أهم المعالم السياحية في اليمن، لأنه الوحيد الذي لا يزال قائماً بين أسوار المدن العربية القديمة الأخرى، وقد بني بمادة الطين والتبن بشكل دائري متعرج، وذلك لصد الهجمات على المدينة. ويتخلل السور أربعة أبواب، أشهرها باب اليمن وباب نجران، ذلك إلى إضافة المساجد القديمة ذات المآذن والقباب والزخارف والنقوش، ومنها ما تمثل نماذج رائعة للعمارة اليمنية الإسلامية، واشتهرت البعض منها كمدارس فكرية وعلمية عبر مئات السنين، منها المدرسة العلمية الملحقة بجامع الإمام الهادي، التي كانت وما تزال لها مكانة رفيعة بين المدارس العلمية الأخرى مثل مدارس زبيد. ومن أبرز خريجي هذه المدرسة لسان اليمن الهمداني ونشوان الحميري والجلال وابن إسحاق وغيرهم. ويوجد بمدينة صعدة وحدها 14 مسجداً، أهمها وأكبرها جامع الإمام الهادي، من أهم وأقدم المساجد باليمن، الذي يرجع تاريخ بنائه إلى أواخر القرن الثالث الهجري. السياحة في محافظة صعدة تخلق لدى الزائر انطباع جيد، فلها مناخ سياحي متنوع يتمازج مع المنظر الطبيعي الخلاب للمدينة لجوها الهادئ والعليل. فالإرث الفني والثقافي والتاريخي وميزة الطابع المعماري الخاص وفرادة العادات والتقاليد الجميلة والتنوع النباتي والحيواني تعد مكونات أساسية للجذب السياحي في محافظة صعدة. توجد في محافظة صعدة العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقام بمختلف مناطق مديريات المحافظة، أهمها وأشهرها صيتاً سوق الطلح القريب من مدينة صعدة الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع، والسوق القديم في وسط مدينة صعدة فهو يقام على مدار أيام الأسبوع، حيث يجد فيه الزائر متعة كبيرة لمشاهدة المنتجات المحلية واقتناء بعضا منها. والسوق الأسبوعي في مدينة صعدة أيضا الذي يقام يوم الأحد من كل أسبوع، فيحوي العديد من معارض الصناعات المحلية
منها الفضية والتحف الجميلة وغيرها. ومن أهم أسواقها أيضاً سوق شعارة، وهو سوق بمديرية رازح، يحضره الناس يوم السبت بينما يظل فاعلاً طوال الأسبوع. الصناعات الحرفية، وتعتبر محافظة صعدة من أهم مراكز الصناعات الحرفية في اليمن باعتبارها أهم مراكز معادن الحديد وصناعته قديماً، حيث لعب هذا المعدن دوراً كبيراً في صناعة معدات ومستلزمات الأعمال الحربية ومستلزمات جوانب الحياة الاقتصادية المختلفة. وذاعت شهرة السيوف الصعدية في كثير من الأمصار الإسلامية، ولا زالت حتى اليوم صناعة النصال، وقد شاعت شهرتها قديماً في البلدان العربية، كما اشتهرت صعدة تاريخياً بصناعة واستخراج الحديد الذي لا يزال له أثراً منثوراً في أماكن متفرقة. واشتهرت أيضاً بصناعة النصل الصعدي التي كان يتم تصديرها سابقاً إلى بغداد. وتنتج محافظة صعدة ألذ الفواكه والخضروات، كما تنتج البن اليمني الشهير والذي تتركز زراعته في مديريات حيدان ورازح وغمر بمنطقة خولان بن عمر وبني بحر وبني ذويبة. كما تشتهر صعدة بزراعة الرمان الذي ينتشر في قاع صعدة، ويتميز الرمان الصعدي بجودته وسكريته ويسمى الخازمي، وهو نوع لا يوجد في الجزيرة العربية بكاملها، بل قيل في الشرق الأوسط إلا قليلاً في أبها السعودية وقليلاً في تل أبيب. كما يتم زراعة العنب بمختلف أنواعه في صعدة، وأشهر أنواعه الأسود بالإضافة إلى المشمش والخوخ، وتتركز زراعته في سحار، وتعتبر رازح من أشهر مديريات صعدة، حيث يزرع فيها الموز الرازحي الذي لا يوجد له نظير في الجزيرة العربية. كما تعتبر رازح من أكثر المديريات وعياً وتعليماً في المحافظة، حيث ينتشر أبناء مديرية رازح في معظم محافظات صعدة وفي جميع المجالات كأطباء ومهندسين ومعلمين وفنيين وحرفيين. وتمتلك صعدة العديد من المعالم الأثرية والسياحية التاريخية، لعل أبرزها قلعة السنارة وحصن حرم، ومن أهم المساجد جامع الإمام الهادي ومسجد النزاري وغيرها. كما توجد عدد من المواقع الأثرية الهامة فيها مثل جبل أم ليلى، منطقة الخزائن، والتي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، بالإضافة إلى مشاهدة قرى سياحية كثيرة. كما تلعب صعدة دوراً هاماً في السياحة البيئية، نظراً لوجود غابات ومناظر خلابة تؤهلها لأن تكون من أهم المناطق الجاذبة للسواح اليمنيين. كما تمتلك خصائص السياحة التاريخية والمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة والقاع الممتدة المكسوة بالخضرة. انتظرونا في الجزء الثاني من محافظة صعدة.